كان الرابع من أغسطس عام 2020 يوماً صيفياً عادياً في بيروت، حتى دقائق قليلة بعد الساعة السادسة مساءً بتوقيت العاصمة اللبنانية، عندما وقعت كارثة تشبه مشاهد أفلام نهاية العالم. ففي هذا اليوم الأليم من تاريخ لبنان وقع أحد أقوى الانفجارات غير النووية في العالم، إثر اشتعال أطنان من نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، مخلفاً أكثر من 200 قتيل و6500 إصابة، فضلاً عن تشريد الآلاف وخسائر قدرت بالمليارات. بعدرة 3 سنوات مرت على انفجار مرفأ بيروت، ولا جديد يذكر بشأن نتائج التحقيقات حول الحادث. والسبب يرجعه مراقبون إلى الخلاف السياسي بين الفرقاء اللبنانيين، فهي خلافات ألقت بظلالها على سير التحقيقات التي لم تنجح حتى الآن في التوصل إلى المسؤول عن تلك الفاجعة، ليدخل ملف التحقيق في غياهب النسيان. وبحسب السلطات اللبنانية، فإن الانفجار نتج عن تخزين كميات ضخمة من نترات الأمونيوم داخل المرفأ دون أي إجراءات وقائية، إثر اندلاع حريق لم تعرف أسبابه آنذاك. انفجار تسبب في تعميق الأزمة الاقتصادية التي كانت ملامحها قد بدأت قبل نحو عام من وقوعه، وتسارعت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وباتت الدولة معها عاجزة عن توفير أبسط الخدمات في ظل انهيار كامل للعملة والنظام المصرفي. انفجار مرفأ بيروت قبل 3 سنوات كان القشة التي قسمت ظهر البعير، وكشفت الغطاء عن مشاكل عديدة في بلد لم يكن في حاجة للمزيد منها أكثر من حاجته إلى طبقة سياسية تضع مصالح لبنان وشعبه في المقام الأول والأخير.